بطلة ثالثة راح نتعرف عليها في أغني لك. إيش المفاجآت اللي محضرتها لنا الأميرة على مسرحنا؟ أنت فنانة؟ أي. إيش اسمك أنت؟ أميرة. أميرة يعني المفروض دي تبقى بتاعتك أنت؟ لا. ليه؟ لأنها أنا أكبر منك. عندك كم سنة؟ 7 سنين. 7 كده كبير؟ أيوه. مع مين تلعبين في البيت كثير؟ ماما ولا البابا؟ مع جدتي. قاعدين نلعب أنا وياها دائماً وساطينا شوكولاتات. أميرة شخصية جريئة وكمان شوية مشاغبة. شوية مشاغبة. أجيب عطر وأحطه مع العطر الثاني. تجمع صوابين البيت مع عطور البرفيون وتحطها في علبة وتصير تبخبخ في البيت. طبعاً يسمونها نور البيت، ما حد يقدر يستغني عنها هذه البنت. يلا دكتورة عندنا هنا يا دكتورة لو سمحتي. طيب.